أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول: أعرف شخصا رافضيا يريد أن يعتنق مذهب أهل السنة والجماعة، ولكنه يقول أن أهله هددوه بالقتل إذا ترك مذهبه الرافضي، فماذا أفعل معه؟ نعم، رغبه في الدخول في مذهب أهل السنة والجماعة، وقل له لا تروح لها، لا تروح لها، خلك مع أهل السنة والجماعة، لا تذهب إليه، اتركه إلى أن يفرج الله لك، خلك مع أهل السنة والجماعة. نعم.